بشرى للجمهور المغربي والجمهور الوداد، فتم ندخل الحكم بين شهرين واربعة اشهر، ولكن مع وقف التنفيذ اي اخذوا اونتر دو اي كاتر موا سيرسي، وسيتم طلاق سراحهم رسميا الان الساعة 9 ليلا، ويبقى معايا ندوز الكتاب الى اكرم رئيس الوداد مع الخط. الو سي عبد الله. الو اهلا. الحمد لله على سلامتنا كاملين سي عبد الله. على سلامتنا وبشرى المغاربة والجمهور الوداد، نفرحوهم ونشكروا كاع الاخوان اللي عاونونا في هذا الملف. زعما كان شويه صعب، ولكن الحمد لله حنا راه من الصباح وحنايا واقفين، كنا انا وسي رشيد الوالي العالمي زعما حنا واقفين، والناس ديال القنصليه وقفوا معنا بزاف، كنشكرهم زعما بشرى الحمد لله، ولا هذوك الاباء ديالهم تقول لهم ها وليداتكم جايين، احنا غنجيبوهم لهم غدا ان شاء الله معنا. شكرا سي عبد الله، وهذا خبر صار من عند رئيس فريق الوداد البيضاوي. العمل داروه المسؤولين، اللي كل واحد تحمل المسؤوليه ديالو. عبد الله اكرم رئيس الوداد تحمل المسؤوليه ديالو، الجامعه تحملت المسؤوليه ديالها في شخص الوالي العالمي، الوزاره تحملت المسؤوليه ديالها في شخص الوزير، حنا كراديو تحملنا المسؤوليه ديالنا وبقينا تابعين وليداتنا حتى يجيو. اذا الحمد لله، فالوليدات ديالنا مع تسعود غير تطلق الصراح ديالهم باش غدا ان شاء الله يكونوا في ارض الوطن الحمد لله. وهذا خبر نزيدوا على الخبر صار ان شاء الله ديال المغرب، فاش يجيب لنا الكوب ان شاء الله وتكمل الفرحه. شكرا سي عبد الله اكرم. الله يبارك. شكرا شكرا لك على العمل الكبير اللي قمتي به، وهذا واجب. ناخذ اسامه بن عبد الله. ماشي أسامة. الو عادل. اذا الحمد لله خبر كما كان الحال من الصباح، ومعنا سي احمد دحلو الصحفي الرياضي اللي معايا في مستودع نسمة، كان حاضر معنا في جميع هذا. ذاك يعني شيء رهيب عشناه اليوم، واحد لو ستريس، واحد داكشي هيتشكوك درنا لقى في تونس هيتشكوك. مثلا كنا تنتظروا كلنا الوحده ديال النهار من الوحده ديال تونس، يعني 12 نهار ديالكم لدابا، هو تيجوك لي زابيل هذا ما يكون الخير، دابا رانا دوينا مع هذا راه القضيه واحد النادي افريقي. ولكن الغريب واللي ما عجبنيش الحال نهائيا انا هو ان المكتب المسير ديال الترجي التونسي ما اعطى التقييم على القضيه، بعكس عكس عكس المسيرين النادي الافريقي هذا واقع. فنائب رئيس النادي الافريقي هو قاضي زميل القاضي اللي حكم وتوقف في القضيه منذ الصباح، بينما المسيرين ديال الترجي التونسي وانا نعاتبهم حتى اليوم في الليل في برنامجنا في سبور، نعاتبهم في التلفازه ديال نسمة، لان لا يعقل بان المباراه كانت بين الترجي والوداد وبقاو تسعود ديال جماهير الوداد من هذه المباراه ولا احد من الترجي يعني حركة ساكنا. المهم هذا ماشي وقت العتاب، هذا وقت الفرحه، وكما كان الحال الحمد لله يخرجوا في تسعود الليله يجيو يباتوا هنا في الفندق مع سي اكرم، وغدا ان شاء الله في الطائره ديال خطوط الملكيه المغربيه ديال الساعه 11:45 يعني فير اون اور ادمي 13:30 ديال 11:30 النهار ان شاء الله يكونوا في المطار محمد الخامس، وهذا هو المهم هي النتيجه. نعم، اذا شكرا لك خويا اسامه اللي كيز في المغاربه. خبر صار هو ان العائلات ديال هاد الوليدات هادو فغدا ان شاء الله مع الوحده ونص في مطار محمد الخامس، فغادي تكون فرحه كبيره بالرجوع ديال هاد الوليدات اللي كانوا مشدودين في تونس. عمل كبير الدار باش هاد الوليدات يخرجوا، كاع لي ديكا تخلصوا لا من طرف السفاره لا من طرف فريق رئيس فريق الوداد البيضاوي. الوليدات ديالنا غادي يدخلوا عتاب كيف قال اسامه بن عبد الله، عتاب كبير للمسؤولين ديال الترجي لانهم لو مينيموم ما داروش، في حين ان النادي الافريقي المسؤولين ديالو اللي ما عندهم حتى علاقه بهذا الموضوع داروا اللي عليهم، وعتاب كبير للناس ديال الترجي. حيت مازال جايين كوميم جايين ولا ما جايينش، كوميم الترجي كيبقى فريق كبير. هو القاضي عارف البرمجه ديال المباريات، يعني شاف القدام انه باش يحبس على الجمهور باش امكانيه، لانه هذا نوع من التضييق على الجمهور انه ما يعاودش يرجع. الطريقه ديال كيف قال اسامه، اليوم واخا شويه غدا غنشوفوا غنديروا غنفعلوا، لقاو لها تخريجه دو موا تروا موا ولا كاتر موا سورسي كوميم. المهم ديالنا احنا سورسي ماشي سورسي، كاين ولا ما كاين هذاك الشيء اللي كاين، الله يسهل عليهم. هذه كانت تجربه عاشها الجمهور المغربي، الحمد لله سالت بخير وعلى خير. النهايه ديال الفيلم كانت نهايه سعيده، والوليدات ديالنا غادي يرجعوا غدا ان شاء الله.